بقى صاحبتك بنفسها اللي جوزك كان بيخونك معاها، هي اللي جابت سيرتي قدامك ونورت لك السكه ناحيتي. شفت بقى سخريه القدر؟ سمعتك كانت سابقاك يا فارس، قعدت تلح عليا مره واتنين وتلاته عشان الجا لك لحد ما حصل. وبعدين فارس روجي ده بيجيب من الاخر. كنت عايزه منك عنوان الراجل. راجل مين؟ اللي بيخلص اللي انت قلتي لي عليه. اه فارس رشدي. وجيتي وغرقتيني بدموع التماسيح وانا صدقتك زي كل مره. انا استاهل اللي بيجرالي، انا استاهل ابقى لوحدي او اتحبس او حتى اموت، برضو مش هيبقى كفايه. وزي ما مثلت عليا مثلتي على الكل تحت اشراف المخرج الكبير. ايمن فين؟ انت بتطرديني صح؟ حاجه زي كده من حق بالقانون. على العموم انا روحت له بصفته محامي، كنت عايزه اوكله عشان يمثلني في التحقيق. عمرو جابر اللي قتل جوزك بايده بخطه ما تخرش الميه. يا اولاد الجنيه. اوكي ماشي مستنياك. مسافه السكه هكون عندك. يلا سلام. سلام يا ست اللواء. الو. ايوه يا عمرو. ايوه يا نادر حبيبي، معلش احنا مش هينفع نكمل مع بعض علشان كلام الناس كتر علينا قوي. ومن غير ليه اللي انت بتقوله ده؟ انت في حد جنبك؟ طب انا لازم اشوفك ضروري. ليه؟ حاجه تخص جوزك الله يرحمه. طيب مش هبقى اكلمك بعدين. ايوه يا عمرو فارس كلمني. ايوه هو كلمني بنفسه، كلمني من تليفون الراجل الفيك بتاعك ده، عايز يقابلني. فانا هكلمه وهقول له يقابلني بكره في الاستابل الصبح، ما تتاخرش. هستناك. باي. خلاص يا فارس امشي انت، امشي انت. هلو. خلاص يا باشا خلاص. يلا. انت اللي بلغت عنه يا نظيم؟ بلغت عن مين؟ صدقني يا فارس لو قلت لك ان انا ممكن اتخلى عن كل الحاجات دي، الفلوس والورث والفيلا، كل ده في مقابل ان اعيش لحظه معاك من بتوع زمان. برافو حقيقي، برافو. مش لاقي كلام يوصف اللي انتوا عملتوه، ابهرتوني. ميرسي قوي يا فارس، بس بليز لو سمحت ما تحرجنيش اكتر من كده. الفرصه لسه قدامك يا فارس. ازاي يا مدام؟ عايزاني اروح اسلم نفسي، اعترف بجريمه ما عملتهاش، وبعد كده تتجوزي الباشا وتعيشي في طبيعته نبات؟ ولا هتكوني عايزاني اهرب معاكي انا وانتي ومرام زي ما قلتي لي وانتي بتزوريني في السجن، ونطلع على بلاد بره وندي الباشا صابونه؟ لا 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 لا، طالما وصلت لحد الصابونه يبقى كفايه مسخره لحد كده، ولو سمحت فكيني بقى. اهرب لوحدك يا فارس، فرصتنا مع بعض انتهت من زمان وانت اللي ضيعتها كالعاده. طيب انا راجل ما بحبش لا الكذب ولا الغش، وهقول لك على نصيحه. انت ممكن تثقي في قتال قتله، تأمنيه على نفسك وعلى بنتك، بس هو كمان ممكن يخونك مع واحده، واحده ست اسمها مثلا لميس غنام مثلا، عندها شركه انتاج مثلا. لميس؟ هو انا هقعد كتير اقول لك فكيني؟ انت تعرف اللي اسمها لميس دي منين؟ اوبا سوري انا شكلي طينت الدنيا، هو كان مخبي عليكي ولا ايه؟ مع ان المره اللي فاتت لما اتقابلنا عمرو بيه حكالي كل حاجه بالتفصيل. لميس غنام شركته في الحدوته كلها خطوه بخطوه. والله الكلام ده بجد؟ بيبي انت مغفله؟ الاستاذ بيحاول يوقع بيني وبينك لمصلحته. انا ماليش اي مصلحه. اه وبالمناسبه خدي بالك من نظيم رفعت، الراجل ده داهيه مش سهل، هو المهندس الكبير اللي بيلعب بينا وبيهندس اللعبه كلها لمصلحته. بيلعب بينا ازاي يعني؟ هو مش لسه المحامي بتاعك؟ مشوار صغير لحد مكتبه، اشربي معاه فنجان قهوه واسالي. اثناء اخر مره بقول لك فكيني عشان ايدي وجعتني، وما تسيبيهوش ينخور في دماغك. انا ما حدش يقدر ينخور في دماغي. انا عمري لما اديت ايدي على واحده ست ولا قتلت قبل كده زي ما انت قلتي بالظبط. ولو هقتل مش هتبقي اول واحده يا حسنه، عارفه ليه؟ عشان خساره فيك الموت. حسابك معايا بعدين قريب قوي لما اجيب لكم الهديه اللي تستاهلوها انتي وهو. ما تخافش يا قليل الادب. قلت
قلت لك 98 مره فكيني يا حسناء، ما فكتنيش ليه؟